السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خالد. اليوم إن شاء الله بدنا ناخذ الجذور العشرية، ومن هاي الجذور العشرية إن شاء الله الأجزاء من ألف. الجذور العشرية أول شيء بتعرف إيش معنى كلمة كثرة عشرية؟ إحنا كنا بنعرف إن الجذور العادية بشكل عام اللي هي مثلا 4 على 10 مثلا، كنت آخذها من الصف الإيش؟ الرابع. 4 على 10 يعني لو بدي إياها كسر عشري يعني فاصلة عشرية. معنى كسر عشري يعني يمس فاصلة عشرية، فاصلة عشرية. طيب الأربعة هحطها زي ما هي، الفاصلة العشرية هحطها بعد 0 1 أو منزلة واحدة وهي الأربعة. ليش؟ لأنه محطوط عندي 0 1 منزلة واحدة. طيب مس إيش حط هون؟ هون في عدد صحيح يمس؟ لا يوجد هون عدد صحيح، لا يوجد عدد صحيح، أحط 0. لو كانت هاي 4 على 100 بالشكل ده هحط الأربعة كما هي. الفاصلة حتكون بعد كم رقم؟ بعد رقمين. ليش؟ لأنه عندي صفرين، فأنا عندي رقم واحد أو منزلة واحدة. طيب من وين أجيب المنزلة الثانية؟ مس أكملها بصفر. هاي اللي أحط الصفر هون وحطيت الصفر هون حصير 40. لا أحط الصفر هون لأنها هي 4 أصلاً 4 من 100، وكنا نفس عدد صحيح وحط صفر. لو كانت لو نفس الحكي 4 على 1000 بالشكل هذا، حاجة أحط الأربعة كما هي زي ما تعودت. أبغى أجي أقول له كم منزلة، بعد كم منزلة أحط فاصلتين. بمين اللي بحدد لي المقام؟ اللي هو الأصفار، عدد الأصفار بتحدد لي الفاصلة بعد أي رقم. 1 2 3 هاي 1. أنا لازم أعد الأربعة مع الواحد. في طلاب حطوا لي 3 أصفار هون، لا يمس. أنا عديت هاي منزلة واحدة هي الأربعة، بعدين هاي 5، هاي 6، آسفة الأربعة هي 1 2 3 1 2 3. بعد الأربعة واضح مس؟ ما بحط 3 أصفار، بكمل بعد الأربعة بضل عندي صفران أو منزلتان، والإيش والعدد الصحيح مش موجود. إذا كان في عدد صحيح حطه بدال الصفر. طيب هاي الحكي حكيناه وعرفنا من الصف الرابع. الآن بقول الآن وعندي هاي الكسر العشر. خلينا نقرأ مع بعض، بدنا نقرأ الكسر العشر مع بعض. هنقرأ مع بعض. القراءة تبدأ من اليسار، القراءة تبدأ من اليسار. بدي أقرأ القراءة من اليسار، هقول له 23 عدد صحيح، يعني 3 أحاد و2 عشرات. صح هذا الحكي ولا لا؟ ها 23 عدد صحيح. و شفتي انا بقرا، في طلاب بيقراوا لي من هون خطا يس. و 700 عادي كانه مش موجود عندي ولا شيء. اول شيء قرات 3 صحيح، 23 صحيح قراتها وخلصت منها. اجيت اقرا الجزء اللي 10، هذا بسميه جزء عشري وهذا بسميه عدد صحيح. هون بسميه عدد صحيح وهون جزء عشري. تقولي لي من 10؟ لا يا مس، اسمه جزء عشري او اجزاء عشريه. من 10 من 100 من 1000 مش مشكله، المهم بسميها اجزاء عشريه. يجي هون 23 صحيح و 712. 712 ايش؟ لازم اكمل من كم منزله؟ 3 منازل يعني من 1000. طب لو لقيت منزلتين بقول له من 100. طب لو لقيت منزله واحده بقول له من 10. 4 من 10 منزلة واحدة، منزلتين 4 من 100، 3 منازل 4 من 1000. صح؟ أنا بقرأ 23 عددا صحيحة أو صحيح، و بقول و 712 من 1 2 3 1000. قرأتي هاي القراءة الصحيحة اللي بدي أقرأها. طيب أنا بدي أحطها الآن، بدي أول إشي أحطها بلوحة المنازل. 3 أحاد و20 عشرات، 3 أحاد و2 عشرات. صح؟ الأجزاء من 10، انتبه على الأجزاء من 10. بعد الفاصلة مباشرة، بعد الفاصلة مباشرة اللي هي 7 جزء من 10. بعد الفاصلة الله بيقولوا لي يا مس هاي نبدأ من هون. أنا ما ببدأ من هون، أنا كله من يساري هيك ماشية. نعم جزء من 10 خطأ يا مس، أنا ببدأ بعد الفاصلة مباشرة جزء من 10.
أعداد جزء من 100 الواحد، بعدين جزء من 1000 الاثنين عشان أعرف قيمة المنزلية. السبعة قيمة المنزلية جزء من 10، الواحد جزء من 100، اثنين جزء من 1000. بعد مس اوعك تبدأ بالأخير تقول لي هاي جزء من 10 اثنين، خطأ يا مس. أنا ببدأ يا مس من بعد الفاصلة مباشرة، بعد الفاصلة مباشرة. سبعة جزء من 10، واحد جزء من 100، اثنان جزء من 1000. أنا هيك حطيتهم في لوحة المنازل تبعتي. طيب الآن أنا الآن بقول لك هاي اسمها الصيغة، هاي اللي بحكيها بنحكي اسمه الصيغة، الصيغة القياسية. ايش يعني قياسية؟ العدد، العدد العادي بسميه صيغة قياسية. ايش اسمي عدد؟ اي عدد عندي او اي جزء عشري او اي، هذا اسمه صيغة قياسية. هاي الاربعة من عشرة، الاربعة من مئة، الاربعة من الف، هاي اسمها صيغة قياسية. بدو اياني اعمل اياها لفظية بعدين احددها. شو يعني لفظية؟ يعني اقرأها. شو معنى كلمة لفظية؟ يعني اقرأها. يلا نقرأها مع بعض زي ما تعودنا. يلا نقرأ من اليسار، القراءة يا جماعة من اليسار. حقا 136، مش داعي اكتب 136 بالعربي واضيع وقتي، بقول له 136 عدد جمها صحيح. وكمل و نكمل، ها نقرأها. 214 من 1 2 3. أيوة سمعتكم، قولوا لي من قلب. عيد مرة ثانية، قرأتي 136 عدد صحيح. و أيوة و 214 من 1000. خلص يا مس. طيب خلينا نشوف ايش بدنا نحلل. يلا احنا بنحكي تحليل، هيا بنحلل مع بعض. 100، هاي 100 عدد صحيح. و 36 هون، هاي احد عشرات مئات، 100 احد عشرات 30 صح ولا لا؟ بعدها من طلع الواحد امامه منزلتين يعني صفران، الثلاثة أمامها منزلة يعني صفر، والستة أمامها ولا منزلة. خلصناها، ستة أحد. خلص كلنا بنعرف هذا الحكي. نيجي هون، اثنان على عشرة أو اثنان من عشرة، شايفين إشي ولا إشي بين الفاصلة والتنين صح ولا لا؟ وبعدين هون واحد، واحد من إيش هون؟ أنا قلت هاي من بعد الفاصل مباشرة من 10، بعدين من 100، بعدين من 1000. بعد الفاصل مباشرة 2 من 10، بعدين 1 من 100. بينه إيش؟ بينه إيش؟ منزل واحد اللي هي 2 0 صح ولا لا؟ صح؟ وضحها كده. 1 من 100. ليش حطيت يا مس صفر؟ صفران، لأنه الواحد لو حطيته من يصير من 10، لكن في أمامه منزلة، أمامه منزلة ولا مش أمامه منزلة؟ نعم. وهون أربعة من هكا منزلة أمامها، منزلتين أمامها من 100، أربعة من 100، أي جزء من 10 جزء من 100 جزء من 1000، جزء من 10 جزء من 100 جزء من 1000. خلاص؟ أو شوفي كيف؟ خذي كمان طريقة، أو أقول له هاي المئة زي ما تعودنا، هاي أمامها وهاي أمامها زي ما هي منزلة واحدة، وهاي ملهاش أمام ولا شيء. ممكن أخلي 2 على 10، ممكن أخلي 1 على 100، ممكن طريقة هيك، و4 على 1000 ممكن أعمل هاي الطريقة، وممكن أعمل الطريقة اللي هون، يعني هاي صحيحة وهاي صحيحة. بدل ما نقول 1 من 100 و2 من 10، نقول 2 على 10، 1 على 100، 4 على 1000. الدرجتين بكتابة. طيب تعالي نقرأ ايه الموجود عندي، نقرأه مع بعض. نقرأ
يلا نقرأه. إذا حكينا نبدأ من وين يا مثل بدي أبدأ؟ بدي أبدأ أنا من وين؟ من اليسار. من وين بدي أبدأ؟ من اليسار. من اليسار يلا نقرأ. 99 طبعاً حكتبها هون. 99 عدد صحيح وبنكمل وبنكمل. يلا أنا سامعة ناس تقرأ معي. نعم. ومئة وستة وعشرون إيش من ألف؟ ليش يمس قلتي من ألف؟ ليش يمس قلتي من ألف؟ ليش يمس قلتي من ألف؟ قلت من ألف يمس عشان أنا واحد اثنين ثلاث. عيد. 99 عدد صحيح ومئة وستة وعشرون من ألف. أنا قرأت كتبتها كتابة عادية لكن لازم أكتب جنبها من ألف على الصحية أي شيء. طيب تعالوا نحكي. 99 الأولى أمامها صفر، 9 الثانية أمامها ولا شيء، صح؟ 99 زائد ممكن أقول 1 من 10 اللي هي بعد الفاصلة مباشرة، 1 زائد 2 من 100 اللي هي بعد الفائض بعد الاثنين في منزله هي 1 حطيت صفر بدالها، والاخيره 6 من 1000. عنده كم منزله؟ عندي 6 من 1000 عندي 1 2 امامها منزلتين، او كمان ممكن اكتبها زي ما حكيت لك انا اللي اكتبها ايه بدل 1 من 10 اقول 1 على 10، 2 على 100 وأقول له 6 على 1000. هيك أنا قدرت أكتب كل الأشياء اللي بدي إياها بطريقتين، من 10 أو على 10 ومن خلينا نأخذ الجزء اللي ضايل معاي هو اللي هي أكتب القيمة المنزلية. أول شيء عشان أكتب القيمة المنزلية لازم أعرف اللي حطيته خط، اللي حطيت لي تحته خط هل هو بالعدد موجود بالأعداد الصحيحة أو بالأجزاء العشرية. إحنا عرفنا إنه هاي الأعداد هذا العدد الصحيح وهذا الجزء العشري، عرفنا هذا العدد الصحيح وهذا الجزء العشري. تعلمنا هذا الحكي ولا ما تعلمناه يا خامس؟ تعلمناه من أول ما أخذنا الدرس. الآن ليجي هون أنا عندي تحت خط المين، عندي تحت الثلاثة. الثلاثة هاي مانيش داوم فيها، مش عدد صحيح، يعني أجزاء عشرية. يعني هون شوفي اسمع يا خامس، معنى كلمة جزء عشري يعني جزء من 10 أو جزء من 100 أو جزء من 1000. إيش معنى جزء العشري؟ جزء من 10 أو جزء من 100 أو جزء من 1000. تعلمنا إنه مش من هون جزء من 10 خطأ، من هون اللي هي بعد الفاصلة مباشرة باليسار، باليسار هاي 7 جزء من 10 ثلاثة. بقول له الثلاثة، بقول له 3 جزء هيك من 100، من 100 جزء من 10 جزء من 100، أو بقول له 3 على 100 أو 3 من 100. تنكتب في كل الطرق هاي. الآن بعد الفاصلة مباشرة بيجي عندي جزء من 10، بعد جزء من 100، بعد جزء من 1000. نيجي هون 3 جزء من 100، جزء من 100، جزء من 100، واضح؟ هي جزء من 10 جزء من 100، أو بقول له 3 على 100 أو 3 من 100، كأني بحللها، كأني بحلل الثلاثة اللي تحت خط لحالها، ما بحلل الكل، بحلل اللي تحت خط. تعالي معايا أشوف إيش بده. يلا هل هي عدد صحيح؟ عدد صحيح مش موجود نهائيا، في عندي أجزاء عشرية. خليني أمشي زي ما أنا ماشي من اليسار، جزء من 10 8، جزء من 100 5، جزء من 1000. معناته أنا أقول له 2 جزء من 1000 اللي هو 2 على متأكد منه 1000 أو 2 من 1000. واضح نس كل نفس الحكي. نيجي على
الثالث هون عندي هذا ما في جزء، ما في جزء، ما في اسف هذا صحيح، في اجزاء عشريه تيجي هون. انا تعلمت انه بعد الفاصل مباشره، مش من هون. في طلاب بيقولوا لي هاي جزء من 10 من 100، هاي من 1000، وبكتبوا لي 9 من جزء من 1000، بقول لهم غلط يا مس، لانه احنا بعد الفاصل مباشره تعلمنا كيف جزء من 1000 يا مس، كيف جزء من 1000. في امامها منزلتين، هاي جزء من 1000 امامها منزلتين، شايفين يا مس؟ شايفين اللي ما لها ما امامها ولا شيء هي جزء من 10، هاي جزء ايش؟ من 10. طيب كنت بتكتب 9 على 10 او 9 من 10. تعالي معي ناخذ اخر واحده هون اللي هي بتحكي لي 4 هي وين موجوده، بالاجزاء العشريه ولا بالاعداد الصحيحه؟ بتقولي لي يا مس بالاعداد الصحيحه وما فيش غيرها. 4 عدد صحيح، بكتب له عدد صحيح، بكتب له وبكتب له وين، احاد ولا عشرات ولا مئات، ما فيش غير احاد اللي هي تساوي 4، ما فيش امامها اي صفر، تساوي 4 ما فيش هي امامها اي صفر. احنا اهم شيء عرفنا احنا في عدد صحيح عندي وفي جزء عشري، واهم شيء المهم جدا انه الطلاب اللي اخطاوا فيه دائما يعني انا بعد الفاصله هي جزء من 10 مش من الاول، انه خطا يمس من بعد الفاصله مباشره، جزء من 10 جزء من 100 جزء من 1000. وعرفنا يا مس ايش معنى الصيغه القياسيه اللي هي العدد، هذا اسمه الصيغه القياسيه، وكيف احوله لصيغه لفظيه، ايش قراءه يعني اقرا قراءته، وتحليليه حللته امامك. وفي نفس الوقت نيجي على الجزء الاخير كان من درسي وهو القيمه المنزليه، اهم شيء احدد هل هي بالاعداد الصحيحه او بالاجزاء العشريه، واهم شيء كمان واللي هو المهم اني انتبه انه الجزء الاسفل بعد الفاصل مباشره هو جزء من 10، وبعدين امشي من اليسار. وان شاء الله هيك فهمتوا الدرس كامل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.